لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا بكم أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم ولمشاهديكم الكرام. كانت الممثلة الأممية جينين بلاسهارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن قالت بأن التظاهرات في العراق كشفت حجم السخط الشعبي على المحاصصة والفساد. انطلاقا من هذا التصريح، إلى أي مدى تتوقع تحركا أمميا أمام العنف المرتكب ضد المتظاهرين السلميين من قبل القوات الأمنية؟ من المؤكد تماما أن التقرير الذي قدم لهذا اليوم لجلسة مجلس الأمن الخاصة بالعراق من قبل بلاسهارت هي اعترافات واضحة بأنه في العراق لا يوجد ديمقراطية، في العراق لا يوجد هناك عملية سياسية، إنما هناك حقيقة تسلط وديكتاتورية قمعت الشعب العراقي بالحديد والنار، ولا سيما التظاهرات، وأكدت على العنف الكبير تماما. ومن مواثيق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي العراق يكون فيه ضمن الفصل السادس، هنا لابد أن يكون تحركا دوليا كبيرا في العراق على هذه الاعترافات والشهادة التي قدمت من ممثلة أممية، وإن كانت هناك بعض الملاحظات عليها، لكن في مجمل ما قدمته اليوم، لأنه الوقائع العراقية أسمعت العالم بما حدث وبالتالي لا يمكن إخفاؤها، ولذلك جاء تقريرها محاط أو محيط لكل المجريات التي جرت في العراق. كان المفروض بها أن تسمي الميليشيات بالاسم، وهي تعلم من هم الذين يقتلون المتظاهرين ويمارسون الخطف، وهي ميليشيات الحق الشعبي. كان يفترض بها أن تشخص أن الكتلة السياسية الأكثر تريد استحواذا ومع إيران هي الفتح. كان لبلاسهارت أن تؤكد على قضية مهمة، لأن العراقيين يطالبون بمحورين أساسيين، المحور الأول سيادي وهو يمس العراق، وهي الوصاية الإيرانية التي يطالب المتظاهرون بإخراجها. حقيقة غيب هذا عن شهادة بلاسهارت أمام المجلس الأمن الدولي، لكن في مجمل ما ذكرته فإن قوانين مجلس الأمن الدولي الذي ينص العراق يكون وهو ضمن الفصل السادس فيها أن يكون هناك تحركا حقيقيا دوليا مشروعا بقرارات ذات أهمية لصالح الشعب العراقي، وثانيا أن المواثيق الخاصة للأمم المتحدة حقيقة تحتم عليها أولا التدخل فورا بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وهذا ما أكدته بتقريرها حول القتل المفرط واستخدام القوى ضد المتظاهرين السلميين الذين هي شهدت على أن هؤلاء متظاهرين سلميين حقيقة لا يمكن الصمت على هكذا قتل. لذلك هناك لابد أن يكون تحركا دوليا قادما، لكن معلوم تماما أن هناك آراء كثر. بالحديث عن تحرك الدولي، كان هنالك إدانة اليوم من قبل ألمانيا لاستخدام العنف والقوى المفرطة ضد المتظاهرين في العراق. برأيكم هل يمكن لبرلين التحرك في الاتحاد الأوروبي لدفع الحكومة لوقف العنف المرتكب ضد المتظاهرين السلميين؟ من المعلوم أن التحرك الغربي مبني على البطء، لكن اليوم نتكلم على أنه تقرير بلاسهارت لهذا اليوم وجلسة مجلس الأمين سيكون لها تداعياتها المستقبلية، لأنه لا يمكن حقيقة أن تتعامل هكذا دول كالاتحاد الأوروبي، وألمانيا لها ثقلها في الاتحاد الأوروبي، ولا حتى الدول الكبيرة. اليوم عندما يقر أكبر رئيس دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك قتلا، بأن هناك إخفاء متعمد للإنترنت حتى لا تظهر حجم الجريمة، هذا كله حقيقة يؤكد على أن هناك تداعيات دولية، وبالتالي العراق سيكون في قلب العاصفة. لكن الإيرانيون ومعهم الأطراف السياسية والميليشيات بالتأكيد هؤلاء ماضون بالقتل وماضون بالقمع، لأنهم يعلمون تماما أن التوصيات والنداءات لا يعلنون لها أهمية، لا سيما أنهم أمام قاعدة صفرية في المعادلة العراقية السياسية، أما أن يكونون أو لا يكونون. الشعب العراقي اليوم حقيقة رفع شعاره أن لا يكونون هؤلاء، ولذلك بالتالي سيتموضعون من أجل أن يدافعوا عن مكتسباتهم وعن وجود الإيراني، لأن الشعب العراقي اتخذ طريقه بالخلاص من هؤلاء جملة وتفصيلا. لذلك حقيقة هؤلاء سيزداد قمعهم، لكن المجتمع الدولي مطالب بالسرعة
في اتخاذ القرارات اللازمة، لكن من المؤكد تماما أن التداعيات الدولية قادمة على العراق في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة. بالعودة لجينين بلاسهارت، ذكرت في إحاطتها الإجراءات التي قامت بها الحكومة في ظل الرفض الكامل للأحزاب والحكومة. لماذا برأيكم لا تنحاز المنظمة الأممية لمطالب الشعب المشروعة، وكما تفضلتم هي التي تنادي بحقوق الإنسان وحريات الشعوب؟ هنا حقيقة هي موقف بلاسهارت كان سيئا للغاية في كل مجمل الأحداث العراقية وفي كل وجودها على رأس البعثة الأممية، لذلك حقيقة لم تكن بالمستوى المطلوب، ولولا أن الجريمة أصبحت العالم كلها يعلم بها لما تقدمت بهذا التقرير، وإلا كان المفترض بها أن تسمي الميليشيات التي اختطفت وقتلت وهي تعلم بذلك، كان المفروض بها أن تشير إلى التدخل الإيراني بشكل واضح تماما، كان المفروض بها انه تفصح. سنتحدث عن الدور الايراني وعدم اشارتها لهذه المسميات، لكن حديثها ربما على استحياء عن انجازات الحكومه والاجراءات التي يجب ان تطبقها عن الاصلاح وغيرها. بالتاكيد، لانه هذا ما يثير الشبهات حول العلاقه الوطيده ما بين بعثه الامم المتحده والحكومه، حكومه عادل عبد المهدي. كانت هناك حقيقة يعني تجارة، وكانت هناك شراكة في العمل الاقتصادي، وبالتالي كان أيضا لهذه البعثة حقيقة ملاحظات حول فساد إداري ومالي كبير للدول المانحة التي أرسلت من خلالها أموال للمحافظات المنكوبة، وبالتالي هم مستفيدين من كل هذا الوضع، وبالتالي هكذا كانت عملية التغطية حتى لا يتم التأثر على أصل العملية السياسية المبنية على هذه المحاسسة وعلى الفساد. نعم. وبالتالي كان المفروض بها أن يكون هناك توصيفا حقيقيا للجريمة المرتكبة، لا سيما أن القانون الدولي الذي هو العراق يتملص لعدم توقيعه على مفردات قانون المحكمة الدولية، ينص على أنه هكذا جرائم هي جرائم إبادة جماعية دولية ضد القانون الذي تتكلم فيه في مجلس الأمن المنبثق عنه المحكمة الجنائية. لذلك حقيقة هي تواطأت في كثير من المفردات وأرادت أن تجمل صورة الحكومة، وأنه يمكن أن يكون هناك إصلاح داخل العملية السياسية، وهذا ما يرفضه كل المتظاهرين. كذلك في إحاطتها جينين بلاسهارت ألقت اللوم على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن العراقي، لكنها لم تسمي هذه الجهات رغم أن قاسم سليماني يتواجد حاليا في العراق. لماذا لم تصف بشكل محدد هذه الجهات؟ بالتأكيد هذا يعود إلى أنه عدم نزاهة البعثة الأممية في تقاريرها الخاصة بالعراق، وأنها تريد حقيقة أن تصل إلى عدم الصدام مع أصل العملية السياسية التي هي عليها وصاية إيرانية واضحة تماما، وبالتالي يبدو أن عملية التخفيف من أجل بقاء الحال أو التمسك بالعملية السياسية، هذا حقيقة كان المفترض أن الدول ولا سيما الدولة العربية الموجودة التي أيضا هي دافعت عن العملية السياسية للأسف داخل مجلس الأمن، كان المفروض أن تسألها من هي الدول المتدخلة في العراق، كان المفروض من الدول الكبرى أن تسأل مسؤولة البعثة الأممية من هذه الدول، لماذا لم يتم الإشارة عليها بالاسم حتى يتم أن يكون هناك إصلاح. لذلك حقيقة الوسيلة الأكثر تأثيرا هو بقاء الشارع العراقي خلال الأسابيع القادمة بقوة يطالب في الضغط على استحصال حقوقه، هذا حقيقة سيجبر المجتمع الدولي على الاستجابة، وليس تقرير بلاسهارت الذي سيكون لديه تدخلا دوليا وسيكون هو السبب الرئيسي في ربما الإحاطة الدولية بموضوع العراق. لذلك حقيقة المعول الحقيقي بعد هذا التقرير أن يكون الشعب العراقي ينتقم أكثر مما مضى، وأن يكون الشهر القادم شهرا مليئا بالاعتصامات وتنوع الاحتجاجات والصمود، وهذا حقيقة ما سيكون، لأن المتظاهرون صامدون سيكونون أوفياء بالدماء التي سالت سواء من الشهداء ومن الجرحى، وبالتالي الشعب العراقي اليوم تتمدد تظاهرات أفقيا عموديا، الشعب العراقي اليوم عشائر دخلت على مستوى الخط لدعم الثورة
وانتفاضتها، وهذا كله حقيقه سيزيد زخم المظاهرات في قادم الايام، وهذا ما اشارت اليه بعض الصحف الدوليه. نعم. على انه الاجراءات الحكوميه غير مقنعه للشارع العراقي، وبالفعل هي غير مقنعه، ولذلك حقيقه سيكون هو الفيصل في ان يستجيب المجتمع الدولي لرؤيه الشعب العراقي. شكرا. شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر نايل، كنتم معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان.